النهارده في غرفه الساونه عشان هقول لكم كلام حساس وخطير وسري للغايه، عشان لما نقوله يتبخر تماما لانه سري. قولوا لي ايه الحقيقه؟ ايه الحقيقه؟ اقسم بالله قلنا هنعترف لك بالحقيقه من قبل ما نتجوز اخواتك، واليوم الاسود اللي اتجوزنا فيه اخواتك، واحنا مستعدين لاي عقاب. طالما انتم مستعدين لاي عقاب، جاوبوني ليه اخواتي لحد دلوقتي فرشل ليه؟ هو دي الحقيقه؟ ايوه. احنا بس عندنا حبه رهبه شويه كده، وعندنا حبه خوف. اول مره نتجوز يعني؟ عادي يعني عادي. اوعوا تكونوا جنس تالت. لا تاني وتالت ايه؟ يا زي ما قال لك كده اللي سي، بس رهبة اول مره نتجوز، ومن الاخر كده احنا بين عاملين زي خير الحكومه. ليه ده انتوا متجوزين اتنين صحابكم؟ وعموما خير الحكومه، يا سلام، انا هتصرف، ما تقلقوش. اتفضل يا دكتور. اتفضل. انا اقول يا دكتور، هي الحقنه اللي مع حضرتك دي تخليهم زي الحصان يعني؟ طبعا، ومعايا حقنه كمان هتخليهم زي الحمار. حمار يا جدعان، خليك محترم. خليك محترم، خلينا في الحصان الاول وبعدين نشوف موضوع الحمار. ايه ده، راح فين؟ راح فين؟ لا 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 لا. حصلت يا دكتور. افس يجي لك شكه يا عيني. اتفضل يا دكتور. عاصي يا دكتور، ده ضد القانون. وبعدين يا دكتور، احنا زمايل. ايه؟ انا حضرتك اللي غنيت اغنيه بحبك يا حمار، واركب الحنطور، وقريبا في الاسواق انا حبيتك يا ابن الكلب. الورقة ملهاش أي أصل، أكيد شايلها في الخزنة. خزنة إيه؟ طب العامل؟ وتسرقوا المفتاح من الجدع اللي اسمه رعد ده، وتسرقوا الورقة. لا طبعًا أنا خايف. ما خفتيش علينا ليه؟ ده إحنا قربنا منها. تستاهلوا، أدي آخرتك كده. حش حش يا بت، وأنت صراحتك موداكي في داهية. فعلًا الكذب ملوش رجلين. فعلًا أحلى رجلين. آه والله. تقليل الأب. وأنا كمان. لقيت الورقة؟ الورقة ملهاش أي أصل، أكيد شايلها في الخزنة. خزنة إيه؟ طب العامل؟ وتسرقوا المفتاح من الجدع اللي اسمه رعد ده، وتسرقوا الورقة. لا طبعًا أنا خايف. ما خفتيش علينا ليه؟ ده إحنا قربنا منها. تستاهلوا، أدي آخرتك كده. حش حش يا بت، وأنت صراحتك موداكي في داهية. فعلًا الكذب ملوش رجلين. فعلًا أحلى رجلين. آه والله. تقليل الأب. وأنا كمان. مش هتقدر تغمض عينيك.